احنا بنجهز نفسنا دلوقتي وبنزود عدد الكراسي، بنزود عدد الشاشات وشاشات العرض. استعداداتي هو المعتاد يعني اللي بنقابله كل موسم، ده داخل قوم البلد وفيرز كتير ان شاء الله البلية والغيري والبلد كلها خير كتير، وعايزين نظبط بضاعه وهنظبط شغل وهنظبط كل حاجه. احنا جاهزين حضرتك لكل حاجه ومظبطين الدنيا وعينينا كل الناس، وهنظبط الدنيا يعني وهنعمل كل حاجه تخدم الناس وتخدم الاستاد، ويعني على اتمام الراحه النفسيه لكل الناس يعني، وهنظبط الدنيا يعني. عامل حسابي حضرتك وعامل عرض ان شاء الله، وفي علامه ان شاء الله جايه بره تبقى محطوطه في العرض بره، تمام. علامه اللي هو النوادي بس لسه ما جبتش الجدول، فالعلامه بتاعت الجدول ان شاء الله عرضها بره، هيبقى في ان شاء الله شاشات العرض وان شاء الله كل حاجه تبقى كويسه ان شاء الله. نحن برضو على استعداد تام لماتش الامم الافريقيه والبطوله اللي مستعدين ليها ان شاء الله. هنزود باذن الله، هنزود عدد ساعات من الشغل، بدل ما نقفل الساعه 12 بالليل لا هنزود عدد من الشغل وكده، وبرضه هنظبط الدنيا ونبقى مستعدين للناس اللي جايه، الافارقه اللي جايه من بره برضه نلبي لهم طلباتهم عشان برضه ان احنا يعني نبقى مستعدين ليهم، ونتمنى الخير باذن الله يعني، والمكسب للكاس الامم الافريقيه يكون لمصر باذن الله. يعني ان شاء الله الوافد اللي جاي من بره ان شاء الله، السياح اللي جايين ان شاء الله نستقبلهم استقبال كويس، وان شاء الله نكون شرف لمصر ان شاء الله.